عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. وفي الباب عن أنس هذا حديث. بركت سعيد، رفع الله مقامك، نسأل الله فلا أن يدعك سعيدا في الدنيا وفي الآخرة. تفضل شيخ أقرأ الحديث. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. وفي الباب عن أنس هذا حديث صحيح. قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الصيام سبيل لحسن الخلق. قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه، يعني لا يصوم. وهذا غير مراد، هذا غير مراد، هذا من باب الزجر والتغليظ، هذا أصالة من باب الزجر والتغليظ. فيه أداب، من أولا في قول من لم يدع قول الزور، حملها كثير على الغيبة، مع أن الغيبة ليس هي قول الزور، والغيبة مسقطة للعدالة. شوفوا انظر هنا، هي قال التجديد في الغيبة وسماها قولا زورا لعظم ما هي فيه. فالحق أن العلماء، كثير من العلماء حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور قال الغيبة، والحق بأن من لم يدع قول الزور أن قول الزور عام أكثر من ذلك، وأشده في قول الزور شهادة الزور التي يقتطع بها مال امرئ مسلم زورا وظلما وبهتانا، أو تقتطع أو تقطع به يده أو يقتل بذلك، فهذا من أعظم الزور. ومن أعظم الزور الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أعظم الزور البدع في دين الله جل في علاه، من أعظم الزور الغيبة المفسدة لذات البين، لأن الله جل في علاه قال ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. هذه أعظم منا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على الوئام والألفة بين المؤمنين والمسلمين بعضهم بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون في مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هي الحرقة، لا أقول تحرق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. فلذلك فإن الغيبة والنميمة من أعظم ما يفسد ذات البين، الغيبة والنميمة من أعظم ما يفسد ذات البين. وهذا الإعمال فيه ما فيه من ضياع الأجر على الإنسان، كأنه قال: صمت وصيامك ضاع بسبب المعاصي التي غطت أجر هذا الصيام. فقال: من لم يدع قول الزور، وكما قلت العلماء حملوه على الغيبة، العلماء حملوه على الغيبة، والغيبة من أعظم الكبائر، إذا استمر عليها المرء فالغيبة مسقطة للعدالة، والغيبة مفسدة بين ذات البين. الله أكبر. الله قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور، فيها كما قلنا الصوم ليس صوم عن طعام وشراب وجماع فقط، بل صوم عن الأخلاق الذميمة، صوم أيضا عن التعدي والتجاوز، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كان صوم يوم أحدكم فإن سب أحد أو شتمه فليقل إني صائم. قال: والعمل به، يعني العمل بالزور، والعمل بالزور هنا أيضا السعي إلى نشر الفساد بين 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 المتصالحين، بين المسلمين بعضهم وبعض. أيضا العمل عمل الزور يكون عملا مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو مخالفا لشريعة الله جل في علاه. قال: فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، وليس معناه أنه سقط عنه الصوم أو لا يطالب به، أو أن صومه ليس بصحيح، بل صومه يكون صحيحا. والذي حمله على ظاهره وقال الصوم لا يصح وعليه قضاء هو الظاهرية فقط، ولذلك الظاهرية يقولون: من أطلق بصره بطل صومه، من اغتاب بطل صومه، من وقع في المعصية بطل صومه. وهذا كلام ضعيف جدا وشاذ، والصحيح أنه ينقص من أجره، وإن كان الأجر أجر الصيام الله تعالى يعني أخفى أجر الصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لا عدل له، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الغرض المقصود أن الصيام ما دام المرء قد ترك المباح فلا يقع في الحرام، إذا ترك المباح من طعام وشراب وجماع فلا يقع في الحرام، هو تركه لله جل في علاه فليترك الحرام لله جل في علاه. وأفحش الحرام الذي يقع فيه المرء هو الغيبة والنميمة وقول الزور وشهادة الزور والبدعة والعمل على ما يخالف شرع الله جل في علاه. فلذلك قال: فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، ليس المسألة دائرة على الطعام والشراب والجماع، بل المسألة أيضا فيها عن الصيام عن الأخلاقيات السيئة. لا نوسع البحث، مع أن هذا الباب
يعني كان بابا أفضل نتكلم فيه على حسن الخلق وكيف نقبل على رمضان وفينا ما فينا من الرقة وأيضا طهارة القلب والنقاء وحسن اللسان وعفة اللسان. أنا أقول دائما الغيبة، الغيبة لا يأتي بها إلا خسيس وضيع. وصراحة إن كان اللسان الكذوب الذي يحمل الزور ويتكلم بالكذب فمزموما، فالأذن التي تعطى له تكون مزمومة، الأذن التي تعطى له تكون مزمومة، وإلا فالمغتاب يشترك مع السامع، يشتركان في الإثم ولا ينجوان إلا من ذب عن عرض أخيه وإلا من كف عن هذا الباب. وإلا فمعاذ ماذا فعل معاذ بن جبل لما قال يعني شغله برداء والنظر في عطفيه؟ قال بئس ما قلت والذي نفسي بيدي إنه لنعم الرجل. فيشتركان في الإثم معا. فلا، فإن كان صائما فعليه أن يعصم لسانه ويعصم قلبه ويعصم أذنه، عصمة القلب أولا وعصمة اللسان والأذن بعد ذلك. نسأل الله أن يجعلنا نقبل على رمضان بصحيفة بيضاء نقية، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، هو ولي ذلك والقادر عليه. الفوائد المستنبطة: الصيام سبيل لحسن الخلق، المبالغة في الزجر تنزل منزلة الطرح، فيها دلالة واضحة جدا على الحقن الشرعية والحقن والفصادة أو قل التحاميل، كل ذلك لا يفطر. من وين؟ من وين هذه الفائدة؟ عشان الوقت السبعة مش معنا. الفائدة جاءت من قول يضع طعامه وشرابه، فوجد فعلمنا أن الذي يفطر به يفطر به المرء فقط والطعام والشراب، وأيضا الجماع على ما نص من الكتاب والسنة. لو في أسئلة أرسلوها، وبعد المغرب بربع ساعة إن شاء الله نبدأ في تكملة السنن، وجزاكم الله خيرا.